فين الفلاشه؟ ايه رايك نلعب عليها واللي يكسب ياخدها؟ موافق. تلعب جولف؟ العب جولف. في هنا في مدينتي سيجنتشر جولف كورس فيها 18 حفره. طب وليه نلعب في ملعب في حفره اساسا؟ شايفها؟ انكت كريم، انت لازم تكسبه، السيناريو كده هيبوظ. ما تعملوا جرافيكس ولا مش فيلم سينما؟ طب انت بتعرف تلعب ايه من الالعاب؟ اي لعبه الا الجولف، اي لعبه. طيب هنا في نادي مدينتي في كل الالعاب الرياضيه وعندهم 26 اكاديميه، يعني مثلا في سباحه، في سباحه، في حمام السباحه المغطى، وفي هنا الاولمبي. ولا تفرق كابتن، عندك طول؟ لا. عندكم ايه تاني؟ أكاديمية ليفربول شخصية. نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. أكشن. كش ملك. ايه؟ تمام؟ ايه العظمة دي يا أستاذ؟ هنا في مدينتي مش بس هتعيش حياة صحية، ده أنت هتستمتع بكل الألعاب الرياضية، لأن مدينتي فيها أكبر نادي رياضي اجتماعي ثقافي. ما هي مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية من مجموعة طلعت مصطفى بنات المستقبل.